السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج اسمه سي سي تي في كيت، زي الاوتوكاد لكن هو متخصص في السي سي تي في اللي هي كاميرات المراقبة، بحيث ان انت تقدر تعرف كل كاميرات المراقبة بتغطي ايه وايه الاماكن اللي كاميرات المراقبة ما بتغطيهاش، بشكل جدا سهل جدا وبسيط. تعال نشوف كده الفيديو سريعا. كل كاميرا بيبقى معروف المدى بتاعها ايه، بحيث مثلا لو حطينا كاميرا هنا هتغطي المكان كله ولا في مكان بيكون مش متغطي، وهو بيبدأ يعمل لك الدراسة بتاعتها. بيشتغل على الملفات الاوتوكاد والدي سي اف والدي دبليو جي وهكذا، ومرتبط بالخرائط، فانت ممكن تحدد اي مكان وتبدأ تحط كاميرات المراقبة وتشوف هتبقى بتغطي المكان ولا في اجزاء مش هتكون متغطية. تعال نشوف بعض الصور هتوضح لك الموضوع، والميزة ان هو بيجيبها لك 2D و3D وتقدر تتخيل الحاجة تبقى معمولة ازاي، وتقدر تحدد كاميرات المراقبة اللينس بتاعتها والارتفاع بتاعها وكل المسافة بتاعتها تقدر تدخلها والزاوية بتاعتها وكل حاجة. وبعد كده بتبدأ هي بقى تتعرف على الوجوه والأشخاص، دي الأماكن اللي هنركب فيها الكاميرات. دي الكاميرا بقى تبدأ تظهر فيها كل حاجة، ويبدأ يلقط الأشخاص وأرقام العربيات. فبيدي مزايا لو احنا اكتر من لو احنا اشتغلنا بالاوتوكاد العادي. وهنا بيدخل 3D موديل سواء دي اكس اف دي اي اي 3D اس اوبجكت اس تي ال، اتمنى البرنامج يكون مفيد.